كابتن وليد لا صلاح الدين. كابتن وليد صلاح الدين طبعا على طول كان بيتكلم معايا انت لازم تسافر، كان هو ساعتها في لجنة الكرة في النادي الاهلي اللي هي المسؤولة عن الناس اللي بتيجي التعاقدات والناس اللي بتمشي، على طول كان بيقول لي انت لازم تسافر انت لعيب كويس، وكان بيتكلم معايا كويس جدا يعني. بس فيعني يعني الراجل كان بيتكلم معايا بشكل كويس جدا، بس هو دلوقتي مشي بقى من لجنة الكورة فيعني خلاص، ف يعني اتمنى له التوفيق في الحتة اللي هو فيها. بس لكن طبعا يعني هو كان كابتن وليد مع ان انت تحترف بره. ولحد دلوقتي يعني هو مع اللي انا احترف بره، بس فهو من الشخصيات المحترمة ومن اللعيبة الجامدة جدا طبعا، وانا بحبه على المستوى الشخصي يعني. احنا الحقيقة معانا كابتن وليد صلاح الدين على التليفون. برحب بيك كابتن وليد صلاح الدين معانا على مدام التليفون. منى، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، بنحييك وبنرحب بيك كلنا. احنا معانا كابتن رمضان صبحي، وعايز اسالك لسه عند قولك وعايزه يحترف بره؟ اولا بحيي حضرتك وبحيي كل مشاهدينك، وبمسي على رمضان ان شاء الله، باذن الله باذن الله ان شاء الله نجم مصر اللي كلنا مستنيين منه كتير ان شاء الله. حبيبي يا كابتن وليد، ربنا يخليك. ازيك يا رمضان، عامل ايه؟ عامل ايه يا كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. حبيبي يا كابتن. طبعا انا عند رايي يعني لما كنت حتى في لجنه الكوره في موقع مسؤوليه داخل النادي الاهلي، كنت من اول الاصوات او من اقوى الاصوات اللي بتقول ان رمضان لازم يحترف، يعني ما ينفعش يبقى عندنا موهبه بالشكل ده وبالحجم ده، ومش رمضان لوحده، رمضان وفي كمان مواهب كتير في مصر تستحق انها تطلع 18 و19 سنه و20 سنه، متهيألي انها هتفيد مصر جدا بعد كده. طب وده يعني في مشجعين نادي الاهلي منقسمين، في ناس شايفين زي حضرتك كده، وفي ناس بتقول لا النادي اولى، احنا عايزين ناخد بطولات برمضان صبحي يعني. لا مصر اولى يعني، لو قلت لاي حد مصلحه مصر النادي الاهلي، متهيألي هو اكيد هيفضل مصلحه مصر. فمصلحة مصر بتقول ان لما يبقى محمد صلاح ومحمد النني وتريزيجيه واحمد حسن كوكا ورمضان صبحي، انا بشوف ان اللعيب بيفرق كتير جدا معاه لو طلع في سن صغير. احنا كانت المشكلة عندنا قبل كده ان كل اللعيبة بتروح وترجع، كل اللي بيحترف في اوروبا بيرجع لانه بيبقى طالع في سن كبير. لكن في حالة رمضان، لا رمضان ما شاء الله الله اكبر يعني، لو هو عايز يعني، لو هو عايز لا رمضان ممكن يكون حاجة تانية في العالم مش في مصر، يعني مش نقول على مستوى النجوم المصريين الكبار والعظام، لا رمضان ممكن يبقى على مستوى العالم حاجة تانية، بس لو هو عايز. ربنا يخليك يا كابتن طبعا على الكلام دوت، وانت عارف اللي انا عايز يعني. انت اكتر واحد قعدنا نتكلم مع بعض، بس ان شاء الله يعني. بص يا رمضان، انت في وقت، انت دلوقتي في وقت صعب جدا، الله يكون في عونك، احنا كلنا مرينا بالظروف دي، والحياه حلوه قوي والمغريات كتير، وانت لازم علشان توصل لحاجه لازم هتحرم نفسك بشكل كبير يا رمضان. فربنا يعينك ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن وليد، وانا بشكرك على الكلام دوت طبعا، وانت عارف انا بحترمك قد ايه، وعلى طول كنت باخد رايك، فيعني ان شاء الله ادعي لي كده الفتره اللي جايه ديت الواحد يقدر يعمل حاجه لنفسه يعني ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، عشان الحاجه تفرح بيك كمان. يا رب يا كابتن، اكيد طبعا لازم. بشكرك كابتن وليد صلاح الدين، بشكرك وبحييك.